وأمك أيضا. البلد دي بقى شقتنا. أولا أحداث المسلسل بتدور عام 1948. بدأت الحلقة الأولى بغارة جوية رغم أن الغارات الجوية على مصر انتهت بانتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. ثانيا الفنانة هالة صدقي بتقوم بدور صاحبة أحد بيوت الدعارة المرخصة، رغم أن بيوت الدعارة اتقفلت نهائيا بموجب قانون إلغاء الدعارة عام 1945. ودي حاجة تفوتني يا بيت. يوه، طب طالما كده بقى ما تطرديها يا قبلتي. مسكني من إيدي اللي بتوجعني يا حمارة. ثالثا المسلسل وجه اتهام مباشر لليهود الشيوعيين بتحريض الشباب اليهودي في مصر على الهجرة لإسرائيل، وده مخالف تماما للحقيقة. اليهود الشيوعيين في مصر كانوا مناهضين للحركة الصهيونية وأسسوا الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية، وكان نشاط الرابطة دي مضاد لنشاط الوكالة اليهودية. العصابات الصهيونية تسرق أرض فلسطين، أرض المعاهد، حلم اليهود الكاذب. دول بيتكلموا على عايزين ياخدوا أرض الناس. يعني أنت موافق على اللي بيحصل في فلسطين؟ اسمها إسرائيل. أنا 100 مرة أقول اسمها إسرائيل. من إمتى؟ من 2000 سنة، من قبل ما يبقى في عرب أساسا. ما تقروا التاريخ. هنسلوك. الواد ده جرب إيه؟ ملموم على شوية شيوعيين جننوه يا بابا. رابعاً، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدراما المصرية، ظهر الفلسطينيين بصورة مختلفة تماماً. الدراما المصرية طول تاريخها كانت أسيرة لصورة نمطية للفلسطينيين، دايماً بتظهروا على أنه ضحية ومظلوم ومناضل وثائر. في المسلسل ظهر الفلسطيني على شكل خاين لقضيته. خامسا مشهد صلاة اليهود في المعبد يوم السبت كان فيه خطأ قاتل، ظهر المصلين وهم واقفين خلف الحكام، وهم ظهر المصلين وهم مصطفين ورا الحكام، والحقيقة ان اليهود في صلاتهم بيصطفون على جنب الحكام مش ورا الحكام، بس هو من يواجه الهيكل على حسب القبلة اليهودية، اما باقي المصلين فيحرم عليهم تماما مواجهة الهيكل. سادسا المعبد اللي ظهر في المسلسل كان فيه كراسي، وده يدل على انه معبد اليهود الربانيين، لان اليهود الربانيين بيصلوا على كراسي زي المسيحيين، اما اليهود القرآنيين بيصلوا على الارض زي المسلمين. معظم سكان حارة اليهود كانوا قرآنيين، فجات الكراسي منين في المعبد؟ بقول لك يا ابتهال وطي صوتك، احنا قاعدين ياختي في المعبد بتاعهم. بعدين ازيك يا حسين؟ سابعا المسلسل ظهر سكان حارة اليهود وكأنهم الطبقة المتوسطة، رغم انهم الحقيقة كانوا بيعيشوا تحت خط الفقر. فليبارك الذي يقدس الشباط. ثامنا في احداث المسلسل اللي بتدور عام 1948 وقفت الفنانة ريهام عبد الغفور قدام المراية وغنت يا مسافر وناسي هواك. الاغنية دي اللي غنتها الفنانة ليلى مراد في فيلم شاطئ الغرام انتاج عام 1950.